بعد حوالي 4 أشهر من الحرب، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام معادلة صعبة ومعقدة. ضغوط داخلية لم تتوقف من اليمين المتطرف شريكه في الحكومة، وضغوط خارجية تشتد عليه يوماً بعد آخر لقبول تفاهمات دولية قد توقف الحرب ولو مؤقتاً. وما بين الخارجي والداخل، يبدو مصير نتنياهو معلقاً ما بين الخيارين. في ظل أهداف وضعها في 7 أكتوبر بات تحقيقها صعباً للغاية، وأهمها القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن. داخلياً، وصل حجم الضغط على نتنياهو إلى التهديد بإسقاط حكومته في حال وافقت على أي صفقة مع حماس، ابتزاز وضع نتنياهو في موقف محرج قد يدفعه إلى الاستمرار في الحرب مهما زاد الثمن من أجل البقاء في الحكم وتحقيق مصالحه السياسية. أما خارجياً، فالدائرة بدأت تضيق على نتنياهو، والضغوط الدولية من أجل تخفيف حدة الحرب بدأت تتصاعد أكثر في ظل سقوط المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وهو ما بات يحرج دوائر القرار في الغرب بحسب مراقبين. كما أن تعنت نتنياهو في الاعتراف بحل الدولتين ما بعد انتهاء الحرب زاد من حجم تلك الضغوط عليها. كلها عوامل وضعت رئيس الحكومة الإسرائيلية في موقف لا يحسد عليه، وطرحت أسئلة عن كيفية خروجه من تلك الأزمة، كالبحث عن انتصار يقدمه للشارع الإسرائيلي ويحد من الغضب العام الموجه ضده منذ 7 أكتوبر.